مساء الخير. طبعا شكلكم باين عليه يعني الارهاق يمكن طويل. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن توبيك مهم اسمه بروسيس انجكشن او كود انجكشن. في البدايه حد يعرف يعني ايه كود انجكشن؟ طيب الكود انجكشن امبارح دكتور شوشه كان بيتكلم عن الموبايل سيرفيلنس برودكتس. اما كنا بنتكلم في التوبيك ده كان في مالوير. المالوير ده بينفكت، لو كنا بنتكلم على موبايلز بينفكت موبايل معين سواء اندرويد او اي او اس. طيب المالوير ده يقدر ان هو يستخبى ازاي؟ يبقى ستيلثي ازاي؟ هل ممكن يستخدم حاجه زي الكود انجكشن؟ طب هو ايه اصلا الكود انجكشن؟ ده المفروض هنعرفه في السيشن دي. انا اسمي انور، انا في الار ان دي تيم في ساي شيلد، سينيور سايبر سكيورتي انجينير، يعني انترستد اكتر في الموبايل سكيورتي والوايرلس سكيورتي وسام تايمز في الهاردوير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن البروسيس انجكشن بشكل عام. ايه هو البروسيس انجكشن؟ ايه هي التكنيكس او الكلاسز بتاعته الاول، وبعدين كل كلاس فيهم هنتكلم ايه التكنيكس اللي موجوده فيه. بعد كده هنتكلم من الجزء الخاص بالبلو تيم، الديتكشن والميموري فورنزكس، ازاي انا اكتشف بقى ان انا عندي بروسيس بتعمل كود انجكشن. تمام، ازاي يبقى عندي بروسيس اعرف ان دي انجكتد فيها حاجه. تمام. طيب حد يتخيل معايا كده لما يبقى عندي مالوير في كمبيوتر ويندوز مثلا او لينكس، ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اللي ممكن المالوير يعمله؟ احنا قلنا امبارح في السيشن بتاع الدكتور شوشه ان في كابابيلتيز المالوير قادر ان هو يعملها. طيب المالوير ده بقى في الانترنالي بيشتغل ازاي؟ ازاي يخبي خطواته؟ ازاي ما يبقاش ديتكتد للانتي فايروس برودكتس؟ واحنا بنتكلم دلوقتي ان يعني التكنيكس بقت ادفانسد للانتي فايروس برودكتس او الكومبانيز بمعنى اصح، علشان الديتكشن ريت يبقى متزايد، يبقى ادفانسد كل ماده او ويل ديفلوبت اكتر. طيب لما نيجي نتكلم عن البروسيس انجكشن ببساطه، انا عندي كود سام كايند اوف كود وعايز انجكته في رننج بروسيس. يعني انا يكون عندي فانكشناليتي معينه وعندي malicious فانكشناليتي وعايز انجكتها في بروسيس ما. طيب ايه الفايده من حاجه زي كده؟ دلوقتي سي لو انا عندي بروسيس تراستد من الاوبريتنج سيستم وتراستد من الانتي فايروس، لو انا جيت عملت انجكشن لماليشس كود جواها، الانتي فايروس هيفلاج ان ده مالوير ولا هيعتبر ان هو عادي بروسيس طبيعيه خالص هي تراستد من الاوبريتنج سيستم او من الانتي فايروس؟ طيب مش دي حاجه ادفانتج للاتاكرز؟ والله لو المالوير بتاعي قدر ان هو يبقى انجكتد ويذن الكونتكست بتاع بروسيس تراستد، فخلاص انا كده ما معنى استخبيت. تمام. طيب هل التكنيكس بتاعت البروسيس انجكشن سهله؟ في منها وفي منها لا، بس طبعا كل ما الموضوع بيسهل كل ما الديتكشن بتاعها بيبقى اعلى. دلوقتي في 2019 كل يوم في انجكشن تكنيكس بتزيد، انجكشن تكنيكس بتطلع جديد، ومع ذلك برضو الانتي فايروس كومبانيز برضو الديتكشن تكنيكس بتاعتها بتطلع لها. طيب دلوقتي لو انا عندي سي مثلا اكس انتي فايروس كومباني، جيت النهارده عملت مالوير بيستخدم كود انجكشن، والنهارده دخل عمل انجكت في سام سورت اوف تراستد بروسيس، سي مثلا اكسبلورر دوت اكس اي. الاكسبلورر ده الاكسبلورر العادي بتاع ويندوز اكسبلورر بتاعنا. طيب
لو الانتي فيروس دلوقتي مش عارف اي حاجه عن الانجكتد كود ده وان هو حتى مش ماليشس، هل انا كده تمام دبل كليك على حاجه او ايا كان الاتاك فيكتور دبل كليك بقيت انا ويذن الكونتكست بتاع اكسبلور دوت اكس اي؟ لو انا مثلا فاتح مثلا شيرز، لو انا في سام سورت اوف بريفيليج انا كيوزر عندي او البروسيس دي عندي وما كانتش مع المالوير، مش كده بقى البريفيليج بقت واحده الاثنين؟ بمعنى صح انا عملت استخدمتها عشان اعمل بريفيليج اسكليشن. طيب الحاجه الثانيه برضو البرزيستنسي، تعالوا نتكلم في مثلا ويندوز سيرفر. دلوقتي ويندوز سيرفر ده هو السيرفرات عموما هي وظيفتها ان هي بتفضل شغاله، يعني مش قبل ما اقفل زي الكمبيوتر بتاعي اعمل شات داون وخلاص واروح، لا السيرفرز دي شغاله على طول. طيب لو انا عندي بروسيس ضامن ان هي على سيرفر ان هي شغاله على طول ما تقفلش، مش انا احسن لي لو انا دخلت على السيرفر او المالوير يعني بقى جوه السيرفر يبقى مايجريتد لبروسيس او انجكت نفسه في بروسيس هو ضامن ان هي هتبقى شغاله على طول وفي نفس الوقت تراستد، بحيث ان بعد كده اي حد بيحاول ان هو يديتكت حاجه ماليشس في السيرفر ويذن السيرفر بتاعي هو مش هيلاقي اي حاجه غريبه، عندي بروسيسز طبيعيه ما فيش اي حاجه بس انا قاعد مستخبي جوه واحده فيهم تراستد. طيب طيب البروسيس انجكشن ليها كلاسز، احنا عندنا 3 مين كلاسز فيهم. عندنا كلاس لما اجي ابتدي ان انا انشيت بروسيس جديده، لما اجي ستارت بروسيس جديده اعتبروا ان هي عندي بروسيس ببارامترز معينه او خلينا نقول ببروبرتيز معينه، قبل ما البروسيس دي تقوم انا بانجكت معاها حاجه تمام. طيب في نوع تاني ان انا الاول بس البروسيس سبونينج هي الفكره فيها ان انا بستخدم ليجيتيميت اكسكيوتبلز، يعني بمعنى اصح حاجه تراستد، حاجه مثلا زي سايند اي اكس اي سايند مثلا وتراستد بالنسبه للانتي فيروس وبالنسبه للاوبريتنج سيستم وبانجكته جوه حاجه ساعه ما اقوم البروسيس بتاعته. الحاجه الثانيه ان وي الانيشاليزيشن بتاع اي بروسيس بقى. دلوقتي مثلا في لينكس، في لينكس انا اقدر اوفر رايت مثلا لودينج بتاع الدايناميك لايبريز، بحيث ان انا بديله بارامتر مثلا بطريقه ما، بديله بارامتر وهو مثلا بيلود الاي ال اف فايل بتاعي، بحيث ان هو لو مثلا كنت عندي دايناميك لايبرري اسمها مثلا اكس فياخد الاكس بتاعتي ما ياخدش بتاع السيستم، فدي ساعه لما البروسيس بتقوم. طيب نيجي برضو من حاجه ثانيه، التكنيك ده في ويندوز مثلا في اكزامبل منه اسمه اب انت دي ال الز. اب انت دي ال الز دلوقتي اي حد فينا بيستخدم جي او اي ابلكيشن على ويندوز بيكول لايبرري اسمها يوزر 32 دي ال ال، هي دي بيعملها امبورت وبيستخدمها علشان يعرض لنا الجي او اي بتاعتنا. طيب مثلا اب انت دي ال الز دي ريجستري كي، ليها ريجستري كي في الويندوز ريجستري، بقدر ان انا احط دي ال الز معينه، الدي ال الز دي بتقوم مع اي جي او اي ابلكيشن بيستخدم يوزر 32.dll. فبمعنى اصح ان انا كل ما افتح اي حاجه فيها جرافيكال يوزر انترفيس هو المالوير بتاعي بقى موجود فيها، او ايا كان يعني مش شرط المالوير، الدي ال ال بتاعتي بقت موجوده فيها، بس طبعا استخدام الامثل ليها في مالوير. طيب لما نيجي نتكلم بقى في الرننج بروسيسز، دلوقتي انا عندي انا مالوير بقى جوه سيرفر وعنده بروسيسز قايمه اوريدي شغاله، مش هيحتاج ان هو يقوم بروسيس جديده ولا ان هو هيقدر يعدل في بروسيس اوريدي قايمه فيعدل في البارامترز بتاعتها زي ما اتكلمنا في الاب انت دي ال الز. طيب هعمل ايه؟ هو ده فعليا الترو كود انجكشن او ترو بروسيس انجكشن، لايف بروسيس قايمه وانا ببتدي انجكت جواها. طبعا في ميتيجيشنز كتير على مدار بقى السنين اللي فاتت لغايه يومنا هذا علشان تمنع، بس برضو الاتاكرز ليهم مايند سيتس مختلفه فالاثنين دايما بيتضاربوا مع بعض. طيب دلوقتي احنا في
البروسيسز اللي محتاجه اللي هي رانينج اوريدي. انا عندي كذا نقطه. عندي حاجه ان انا زي مثلا الشيل كود بتاعي او البي لود ايا كان اللي انا عايز انجكته في الميموري دي محتاج ان انا الوكيت له سبيس. ما عندي ايا كان هو موجود فين فمحتاج احطه في الميموري. محتاج اقول الوكيت الاول وبعدين ارايت. بعد ما اعمل رايتنج ابتدي اوجه الاكسكيوشن بتاعي في البروسيس دي عشان تبتدي تروح تاكسكيوت البيلود بتاعي في الميموري. تمام. طيب تعالوا نتكلم اكتر عن شويه اكزامبلز لل ترو بروسيس انجكشن. احنا بنسميها ترو لان هي فعليا هي دي يعني المعنى الحرفي ان احنا بروسيس شغاله وبينجكت فيها. طيب اول حاجه عندنا ال DLL injection ال PE injection وعندنا كمان thread execution hijacking. طبعا في يعني دول ممكن نقول ان هم basics شويه. دلوقتي ال دنيا well developed وبقى في techniques اصعب بكتير من اللي موجوده من اللي كانت موجوده زمان. طيب تعالوا نتكلم في ال DLL injection. حد يعرف ال DLL ايه؟ هي DLL اصلا؟ طيب واحد بس. طيب دلوقتي ال DLL اي ابلكيشن انا بستخدمه. انا عملت مثلا بروجرام زي مثلا جي اي انترفيس بروجرام ليه جي اي انترفيس وبيكلم مثلا زي يعمل اي فانكشناليتي اكس. الاكس دي انا مش عايز اعمل لها باندلنج جوه الاي اكس اي بتاعي. عايز اعمل لايبرري اي حد يعرف يعمل لها امبورت ويستخدمها. فبعمل حاجه اسمها DLL Dynamic Link Library ده على ويندوز. تمام. فاللايبرري دي ممكن كذا ابلكيشن يستخدمها. يعني مثلا انا عندي في ويندوز عندي DLLs كتير للكيرنل لبقى للصوت للصوره الحاجات دي كلها. ما انا مش كل ابلكيشن هيقعد يعيد الامبلمنتيشن بتاع الفانكشناليتيز دي تاني. فبالتالي ويندوز عملت لي لو بنتكلم على ويندوز عملت لي مجموعه من اللايبريز انا بقدر كابلكيشن اعملها امبورتنج واستخدمها. طيب ايه بقى الدي ال ال انجكشن؟ دلوقتي تقدروا تتخيلوا معايا ان انا عندي اي اكس اي. الاي اكس اي ده ليه بروسيس في الميموري. معنى كده الميموري دي اما بتيمبورت بتستخدم دي ال ال معينه. فبالتالي انا اقدر اشوف ان والله ال اي اكس اي اكس او البروسيس اكس بتستخدم مثلا يوزر 32 دي ال ال كيرنل 32 دي ال ال وهكذا. طيب لو انا عايز ادخل بقى ماليشس دي ال ال بتاعتي معاهم اخلي البروسيس دي تعمل لها لودنج، هل ده ينفع؟ ينفع. طيب ازاي؟ لما كنا بنتكلم في الاول خالص على الاب انت دي ال الز كاكزامبل انا قلت وانا بعمل بانشيت بروسيس جديده بدخل معاها بانجكت معاها دي ال الز مع اي حد يفتح مثلا ابلكيشن الجي اي ده كاكزامبل. طب دلوقتي انا بقى فعليا عايز الود دي ال ال دايركت انتو ميموري والبروسيس شغاله. عندنا حاجه اسمها دي ال ال انجكشن. من اسمها عندي دي ال ال. الدي ال ال دي ليها فايل على الديسك. يعني فورنزيك وايز هو في حد على الديسك ليها تريسز في الفايل بتاعي ده ليه تريسز على الديسك. طيب هتيجوا تسالوني طيب هو في حاجات ممكن ما استخدم لهاش دي ال ال او خلينا نقول فايلس انجكشن بمعنى اصح؟ ينفع بس هنشوفه قدام. طيب اما اجي دلوقتي استخدم فايل على الديسك عندنا التكنيك بتاع الدي ال ال انجكشن ببساطه عندي بروسيس الماليشس بروسيس بتاعتي المالوير. يعني لو هنقول المالوير دي بروسيس وعندي مثلا سي بروسيس اكسبلورر دوت اي اكس اي تمام او كروم حتى. جينا في الماليشس بروسيس دي بتروح لكروم تقول له والله انا دلوقتي شوف لي عندك مساحه اللوكيت لي ميموري عندك. الميموري دي هحط فيها ايه؟ هحط فيها الادرس او بمعنى اصح هحط فيها اللوكيشن بتاع الدي ال ال بتاعتي الماليشس دي ال ال بتاعتي. تمام؟ طيب بعد كده
ابتدي ان انا عايز احول الاكسكيوشن بتاع البروسيس بتاعه كروم عشان تروح تلود الدي ال ال بتاعتي. طب ده هيحصل ازاي؟ حد ممكن يتخيل؟ حد يعرف اسامبلي؟ طيب جوه الابلكيشن او جوه البروسيس بتاعتي اقدر ان انا اعدل فيه انستراكشن بوينتر بحيث يعني بمعنى اصح ان انا اخلي احول الفلو اوف اكسكيوشن بتاع البروسيس بتاعتي اخليها بتروح لحاجه معينه. طيب ايه الحاجه المعينه اللي انا استخدمها دي؟ فانكشن مثلا اسمها لود لايبرري. ايه اللود لايبرري دي؟ هي من اسمها بتاخد بارامتر الباث بتاع الدي ال ال بتاعي وبتبتدي ان هي تعمل لها لودنج في الميموري. فبالتالي لو انا حولت الفلو في اكسكيوشن بتاع كروم بدل ما هو بيفتح تاب دلوقتي، لا انا دلوقتي خليته ان هو يروح يلود اللايبرري بتاعتي وخلاص، هو بيعيش حياته وبيرجع تاني للفانكشناليتيز الطبيعيه بتاعت كروم. طيب كده معنى بالمعنى ده يبقى انا عندي دي ال ال بتاعتي موجوده في الميموري وموجوده في البروسيس وشغاله. طيب ده نفس السيناريو اللي بحكي لكم عليه. انا عندي التارجت بروسيس بتاعتي ادي كروم وده المالوير بتاعي. المالوير الاول الدي ال ال بتاعت المالوير بتاعت اللي هو اللي عايز انجكتها راح جاي مالوكيت لها مساحه، بس هو مش مالوكيت للدي ال ال نفسها، هو مالوكيت للباث بتاعي، لان احنا زي ما احنا اتفقنا في الاول هو الدي ال ال بتاعت المالوير موجود على الديسك. تمام. طيب بعد كده بيبتدي ان هو يغير اللوكيشن بتاع المالوير ده. انا عايز دلوقتي اللود لايبرري عايز اغير الانستراكشن بتاعتها بحيث ان هو يخليها يلود، فيبتدي ان هو يغيرها جوه البروسيس دي تقوم بقى ثريد ايا كان. بس هو يعني الحل الامثل ان انا اقوم ثريد عشان ما اخليش الكروم مثلا يكراش، او اقوم ثريد علشان خلاص الماليشس اكتيفيتي اللي انا بعمله يقوم في ثريد والباقي يكمل شغله عادي. عارفين ثريدنج وكده ولا؟ تمام. طيب ممكن حد يقول لي كده من اللي هو شايفه ايه ممكن تكون مشاكل الدي ال ال انجكشن كديتكشن؟ يعني هل انا ممكن اديتكت بطريقه ما ان والله انا حصل عندي دي ال ال انجكشن؟ طيب انا ممكن دلوقتي لو انا فاتح ال احنا ما اتفقنا البروسيسز بيبان لي فيها الامبورتس بتاعت الدي ال ال الموجوده او اللايبريز الموجوده. طيب لو انا لقيت suspicious name مثلا لدي ال ال او suspicious location لدي ال ال ما معمول لها لودنج، مش ده ممكن يبتدي يبقى خيط امشي وراه؟ هو دي بتعمل ايه؟ تمام. طيب تعالوا نتكلم في ال PE injection portable executable injection. دلوقتي احنا كنا بنتكلم في ان ال DLL دي فايل اون ديسك بعمل له انجكشن في جوه بروسيس. طب لو انا مش عايز بقى يبقى فيه فايل، يبقى فيه فورنزك تريسز على الديسك، هل انا ممكن الود المالوير ده باي طريقه كانت من الميموري؟ ممكن. طريقه بيزك هي البي انجكشن، في طبعا طرق مور ادفانسد عن كده. الطريقه دي ببساطه انا عندي برضو كروم وعندي الاكسكيوتابل او البروسيس بتاعه المالوير بتاعتي. المالوير بيالوكيت برضو مكان في الميموري ويرايت فيه البفر او البيلود بتاعي اللي هو اصلا عند المالوير في الميموري بتاعته باي طريقه إن كانت هو جابها. تمام. يعني ممكن مثلا عن طريق ويب اكسبلويت، فتحت براوزر في فولنربيلتي وكان فيها كنت انا بقى اكسبلويت الفولنربيليتي دي بحيث ان حضراتكم اول ما حد يخش على ويب سايت والله هو في اكسبلويت دخلت عمل انجكشن للبيلود بتاعي بقى البيلود في الميموري. اخد انا بقى البيلود اللي جوه الميموري ده انجكته في بروسيس ثانيه واللي هي ممكن تكون كروم نفسها. تمام. طيب فانا بالتالي عملت الوكيشن وعملت رايت للبيلود بتاعي جوه الميموري بتاعت كروم، وبعد كده عملت تاني نفس الحاجه، فتحت عملت ثريد جديده ومن جواها كان في الاكسكيوشن
او بمعنى صح انا عملت اكسكيوشن للكود بتاعي اللي منه فتح ثريد جديده وابتدى المالوير يعيش حياته. في اي مشاكل هنا؟ طيب تعالوا نتكلم في الديتكشن، وده هنشوفه قدام في في جزء خاص بالديتكشن وميموري اناليسيس. الكلام ده دلوقتي في الميموري ما بقاش موجود اون ديسك، فالديتكشن فيه ممكن يكون اصعب سنه لان ما بقاش عندي حاجه دلوقتي اون ديسك. مثلا لو في فورنسيك انفستيجيشن اون ديسك مفيش اي حاجه تشير الا ان في ماليشس اكتيفيتي على الديسك في حاجه. طيب هل في جزء في الميموري؟ اه. هل انا ممكن اعمل فورنسيك اناليسيس للميموري؟ اه، وهطلع منها الكود او البيلود بتاعي اللي هو كان انجكتد جوه البروسيس. ده هنشوفه قدام. طيب تعالوا نتكلم في حاجه ثانيه اسمها ثريد اكسكيوشن هايجاكينج. من الاسم كده بستخدم، انتوا عارفين، انا حاسسكم مش عارفين ثريدز. عارفين الثريدنج صح؟ شغاله مع البرنامج شغال وفي حاجه شغاله معاه. تمام. دلوقتي مثلا في الجي اي انترفيسز، لو انا فضلت مثلا فتحت براوزر والبراوزر ده عملت جوجل دوت كوم وانتر، هو انا عقبال لما جوجل دوت كوم يلود هفضل كده في الكرسر فريزد كده لغايه اما يعمل لود البيج، ولا عادي بعيش حياتي وافتح كذا حاجه؟ ففي ثريدنج، بعمل كذا فانكشن في نفس الوقت. فعندي ثريد بتعمل مثلا مسؤول عن جي اي، ثريد مسؤول عن نتورك، ثريد مثلا بتعمل كومبيوتيشنز لحاجه ثانيه ورا في الباك جراوند. تمام. طيب دلوقتي بقى في الثريد اكسكيوشن هايجاكينج. من الاسم عندي ثريد جوه بروسيس قايمه وببتدي اعمل لها هايجاكينج. يعني ايه؟ يعني تخيلوا معايا كده لو انا عندي ثريد قايمه وما بتعملش حاجه، هي سسبندد. تمام. وهي سسبندد انا عايز دلوقتي استغلها، بروح جاي بختار الثريد دي بتكنيكس معينه عشان اعرف هي سسبندد ولا لا، او هي مستخدمه بمعنى اصح ولا لا. بتكنيكس معينه بتارجت الثريد دي جوه البروسيس اللي انا عايزها، ابتدي ان انا اغير برضو الاكسكيوشن بتاعها، ان مثلا بدل ما هي دلوقتي كانت زي مثلا عامله سليب او ويت او ايا كان الفانكشناليتي اللي هي فيها، بحولها عشان تروح تاكسكيوت البيلود بتاعي. البيلود بتاعي ده اللي هو كان فين؟ اللي هو دلوقتي بقى عندي انجكتد جوه الميموري باي طريقه إن كانت بقى. تمام. طيب طبعا في تكنيكس تمام. دلوقتي احنا في التو تكنيكس اللي قبل كده، انا كان عشان كنت اخبي الاكتيفيتي بتاعتي، فكان البيلود بتاعي هو اللي بيقوم ثريد جديده. تمام. كنا ان انا قومت ثريد، لو الثريد دي باي طريقه كانت كانت غير مالوفه بالنسبه لمثلا زي الانتي فايروس، فخلاص هي ممكن تبقى فلاجد. لكن لو انا اوريدي عندي ثريد قايمه مش محتاج ان انا اقوم حاجه جديده فتبقى فلاجد. فاهم قصدي؟ بس فهي دي الـ الحاجه اللي يعني مور ادفانسد اكتر عن التو تكنيكس اللي قبل كده. غيرت البيهيفير ان انا عملت فريزنج للثريد بتاعتي. الثريد انا عندي فيه انستراكشن بوينترز، وعندي فيه ايه الريجسترز بتاعه البروسيسور. طيب لو انا جيت عملت دلوقتي كانت ثريد سسبندد، هي مش مستخدمه، او حتى كانت مستخدمه بس احنا طبعا بنبعد عن الحاجات المستخدمه عشان ما يبقاش في كراشنج او حاجه. لو عندي ثريد سسبندد وجيت خدت الكونتكست بتاع الثريد ده وطلعت الريجسترز اللي موجوده فيه ولعبت في الريجسترز منها الانستراكشن بوينتر، مش انا كده حولت الفلو بتاع الكود بقى دلوقتي النكست انستراكشن اللي هو هيعملها اكسكيوشن هي الشيل كود بتاعي او البيلود بتاعي. لا هو العكس، هو انا المالوير هيجي فريز او هيجي يفريز معنى صح الثريد جوه الكونتكست بتاع البروسيس بتاع كروم. هاجي انا اغير انا كمالوير ريموتلي من بروسيس ثانيه،
اغير الانستراكشن بوينتر ده عشان يشاور على البيلود بتاعي. يعني مش البيلود هو اللي هيعمل كده، لا، ده انا اللي هدي البروسيس او هدي الثريد اقول لها والله روحي عند الادرس الفلاني عشان تبتدي اكسكيوشن بتاع البيلود بتاعي. تمام. طيب طبعا انا كنت بقول ان في تكنيكس كتير علشان خاطر البروسيس انجكشن. طبعا الثلاثه دول تقريبا ممكن نقول هما بيزكس، فلكم ان تتخيلوا بقى الادفانس تكنيكس عامله ازاي. طبعا هما لا يعدوا، بس هما كاتيجورايزد زي ما قلت لكم في الاول. طيب نيجي بقى للحاجات المهمه، احمي نفسي ازاي، او بمعنى اصح اديتكت ده ازاي. حد سمع عن فولاتيليتي ميموري فورنزك فريم ورك؟ تمام، جميل، حلو. طيب دلوقتي اما احنا جينا اتكلمنا في الاول عن ال بي اي انجكشن، او سوري ال دي ال ال انجكشن، مش احنا قلنا ان الحاجات دي موجوده اون ديسك؟ يعني الدي ال ال ده موجود اون ديسك. طيب لو انا جيت وعملت مابينج للبروسيس بتاعتي وشفت الدي ال ال اللي موجوده فيها ولقيت ان في دي ال ال غريبه، مش ده انديكيتور بالنسبه لي؟ طيب ده لايف اناليسيس، البروسيس قايمه وانا والبروسيس قايمه ببتدي اعمل الاناليسيس بتاعي عشان اديتكت ان في حاجه غريبه، مش هقول ماليشس بس غريبه، ممكن تؤدي ان ده فعليا ده ماليشس اكتيفيتي. طيب ممكن بقى نعمل ايه دلوقتي؟ ده انا بكلمكم في حاجات طبيعيه مش محتاجه اكسبرت. انا بالنسبه لي فاتح مثلا التاسك مانجر بتاعي في ويندوز وببتدي اشوف مثلا، او خلينا نقول ايه، بروك مان بروسيس مانجر يبتدي ان هو، او بروك هاكر بروسيس هاكر، ده دي ابلكيشنز كلها، ابتدي اشوف ان البروسيس دي والله مفتوح فيها دي ال الز او لينكد بيها دي ال الز 1 2 3 4. لو في واحده اسمها غريب مثلا مالوير دوت دي ال ال، انجكتد دوت دي ال ال، في حاجات كده، ما هو برضو اللي بيكتبوا مالوير ساعات بيغلطوا عادي. طيب دي حاجه. دلوقتي انا اما جيت عملت انجكشن للكود بتاعي جوه الميموري، دلوقتي احنا عندنا في الميموري عندنا كذا مود. الميموري دي مش دايما اكسكيوتبل، يعني مش دايما ليها بيرميشن ان انا اكسكيوت حاجه ويذن الميموري دي. في عندي بيرميشنز ريد ورايت واكسكيوت، زي بالظبط البيرميشنز بتاعت الاكسكيوتبلز موجوده على السيستم عادي، يا اما هريد يا اما هرايت يا اما هيكسكيوت. مش شرط ان كل الناس عندهم البيرميشن بتاع الاكسكيوشن ده. يعني بمعنى اصح لو انا عندي payload بتاعي في الميموري ومش واخد بيرميشن الاكسكيوشن، مش شرط ان هو يبقى اكسكيوتد، مش هعرف اكسكيوته. تمام. طيب لو انا جيت فتحت عرفت الميموري سبيس بتاعي بتاع البروسيس ده ولقيت ان في بفر، او لقيت ان في جزء من الميموري موجود غريب مش باكد ب خلينا نقول دي ال ال على الديسك. يعني خلينا نقول ان الدي ال ال اللي موجوده على الديسك دي بتبقى مابت في الميموري ويذن البروسيس دي. طيب لو لقيت حاجه بروسيس موجوده ليها ميموري مثلا وفي دي ال ال انا شايفه من الهيدر مثلا ام زي هيدر في كود وملوش اي حاجه على الديسك، هل ده طبيعي؟ طيب لو ده كمان مش طبيعي، طب لقيت كمان ان الميموري ريجن دي اكسكيوتبل، يعني هي كمان مش ريد اونلي مثلا او ريد ورايت، لا هي اكسكيوتبل كمان، فمعنى كده بقى انا عندي ميموري في الريجن، ريجن في الميموري مش باكت باي ديسك، مش باكت باي ديسك يعني ايه؟ يعني ملهاش فايل على الديسك، اكسكيوتبل وفيها كمان الام زي هيدر اللي هو بيبين لي ان في دي ال ال هنا. فهل ده طبيعي؟ مش طبيعي، فده ممكن يكون انديكيتور بالنسبه لي. طيب دلوقتي اما انا جيت عملت انجكشن في الاول، مش انا عندي، هو انا عملت انجكشن ده ازاي؟ مش استخدمت اي بي ايز ويندوز بتديها لي عشان اعمل ده؟ هي انتندد ان هي تعمل فانكشناليتيز ثانيه، بس انا استخدمتها لصالحي عشان انجكت بيها، زي مثلا ان انا الوكيت في الميموري. هو انا بالوكيت في الميموري انا بروسيس اكس وبروسيس واي، انا خلينا نقول كروم والمالوير بتاعي، المالوير بتاعي بيالوكيت ميموري في كروم وهو اصلا بروسيس تانية. تمام. طيب لو انا لقيت حاجه زي كده
مع كمان ان انا بعد ما عملت allocation يعني استخدمت الاي بي اي بتاعت الallocation وبعد كده استخدمت اي بي اي بتاعت ان انا ارايت في الميموري دي، مش ده ممكن يتريجر كده ان ده في بروسيس عماله بتنجكت بيلود في الميموري بتالوكيت وترايت، مش ده ممكن يكون suspicious شويه؟ طيب ده كله من اسامي الفانكشنز. فانا لو بالنسبه لي لقيت في الميموري سترينجز مثلا بتستخدم نفس الاسامي دي، ممكن الموضوع يكون suspicious شويه. طبعا الحاجات دي ممكن بقى تبقى اوتوميتد، يعني مش لازم اقعد ابص بعينيا، بس يعني كحاجه سيمبل. طيب مثلا هنا create remote thread اما كنا بنتكلم في الاول مش في thread انا بكريتها لو هي ما كانتش موجوده. طيب الريموت thread هي جاي من اسمها، انا في process بكريت remote thread في process تاني، فلو الكومبينيشن دي حصلت مش ده ممكن يكون suspicious؟ طيب ايه اللي يحصل لو اللايف فورنزكس عندي او اللايف اناليسز ما جابش نتيجه؟ المالوير كان ويل هيدن وما عرفتش مثلا البفر بتاعه كان انكريبتد، مش عارف ان انا اديتكت بالظبط هو فين المشكله، حاجه ادفانسد. تمام؟ طيب كل ده من مجرد البروسيسز بتاعتي، من اللي انا قدرت اشوفه من الكونتكست بتاع البروسيس بتاعتي. البروسيس دي ليها ستراكشر معينه وليها بلوك كده، هي دي اللي بعرف عنها كل التفاصيل بتاعت الميموري بتاعت البروسيس. لكن لو البروسيس دي كانت هيدن فيها كود وانا مش عارفه، طيب هعمل ايه؟ هبتدي العب في الميموري، ادور في الميموري بقى. دلوقتي الميموري انا عشان اعمل اكسكيوشن ليه المالوير بتاعي at a point، هو لازم مثلا لو قلنا ان هو كان decrypted لو هو كان encrypted هعمل له decryption، ف في certain point هو لازم هيبقى decrypted ولازم الهيدرز بتاعته هتبان مثلا. طيب هل انا اقدر بالميموري فورنزك اتعرف على الحاجات اللي ما طلعتليش في اللايف اناليسيس؟ طبعا. ليه؟ لان اصلا الميتيجيشنز اللي المالوير بيعملها عشان يختفي من اللايف اناليسز هي بتبان لي اصلا كميموري اناليسز. يعني بالعكس ده هي دي ممكن تديني فلاج ان هو انا عشان انط الحته بتاعت اللايف اناليسز، لا ده انت بنت اصلا في الميموري اناليسز. فالموضوع هنا شائك شويه. طيب نعمل ايه بقى في الميموري فورنزكس؟ الميموري فورنزكس تخيلوا كده ان انا باخد الميموري وابتدي، طبعا الميموري جوه اي اوبريتنج سيستم ليها ستراكشر معينه، يعني مش ما فيش الوكيشن كده لاي بفر في اي حته ومش عارفين نتراك مين راح فين وكده. في ميموري مانجر هو اللي بيمانج فين كل الوكيشن انا عملته وبالتالي فري او يعيد استخدامه تاني. طيب هل انا ان انا اخد دمب من الميموري كده كافي ان انا اعرف كل حاجه لو انا معيش تولز ومعيش اي حاجه؟ لا طبعا، لان مش هقعد ابص في مثلا جيجا ميموري، مش هقعد ابص بعينيا. في تولز وفريم وركس معموله عشان خاطر تانلايز الميموري دمبس اللي موجود عندي، منها من امثلتها فولاتيليتي. يمكن اشهر اوبن سورس فريم ورك مخصوص للميموري فورنزكس، بتكفر وايد رينج من الاوبريتنج سيستمز، كمينلي في مثلا في ويندوز بالفيرجنز بتاعته، بس طبعا مش كل حاجه ليها فيرجنز معينه. لما اجي استخدم فولاتيليتي عايزين بس نعرف هو ايه اصلا الاستراكشرز اللي عندي في الميموري اللي اقدر ان انا استخدمها علشان اعرف مثلا في مالوير او في suspicious ميموري ريجن ولا لا. طيب عندي حاجه اسمها virtual address descriptors. دلوقتي انا عندي process x جيت عملت allocation في الميموري لبفر مثلا 500 كي. تمام؟ ال 500 كي دول لو الاوبريتنج سيستم مش عارف ان 500 كي دول الرينج بتاعهم من هنا لهنا والادرس بتاعهم ستارتنج ادرس بتاعهم من هنا، هو هيجي فري. يعني هلوز تراك هو فين الميموري بتاعتي. تمام؟ يعني بالتالي لما انا اجي كمالوير انجكت نفسي جوه بروسيس
هو انا ما اقدرش اخبي نفسي من الستراكشر اللي فيها الميموري بتاعتي عامله ازاي، متخيلين؟ يعني انا بحاول اخبي نفسي. فمثلا سي ان في تري والله بتقول ان الريجن اكس دي فيها المالوير، هو السيستم لازم يبقى عارف ان ريجن اكس فيها حاجه، ما اقدرش انا اخبي ده حتى، لان لو خبيته السيستم هيعتبر ان دي ميموري فاضيه وهيستخدمها. فبالتالي بعد ما انا عملت انجكشن وعملت كل حاجه هو خلاص الويندوز فري واستخدمها تاني، تمام؟ فدي حاجه انا ما اقدرش ان انا اخبيها. طيب هل ممكن استخدمها؟ دلوقتي انا لو جبت بقى البروسيس دي، جبت كل الميموري ريجنز الخاصه بيه، مش ممكن ابتدي اشوف بقى كل ريجن عامله ازاي، كل ريجن ايه الكونتنت بتاعها، هل هي مالشس ولا لا؟ طيب نبتدي بقى نشوف واحده واحده التولز اللي ممكن استخدمها عامله ازاي. ودي تولز سيمبل، يعني اي حد يقدر يستخدمها، هو ياخد ميموري دامب من الماشين او من الميموري اللي عنده ويبتدي يستخدم الفريم ورك او التول دي عشان يتعرف عليها. يعني مع الوقت هيبقى مش لازم يبقى اكسبرت فيها عشان يبقى فاهم ايه اللي بيحصل، وان كان كتر التكرار يعني. طيب دلوقتي انا عندي حاجه اسمها فاد انفو. فاد انفو دي بتعمل ايه؟ دلوقتي انا عندي البروسيس دي ليها الريجنز بتاعت الميموري بتاعتي. تقدر تقول لي والله انا عندي الميموري ريجن اكس اللي ليها بيرميشنز، فاكرين مش احنا كنا بنتكلم على البيرميشنز ريد ورايت واكسكيوت؟ طب انا لما اجي ادور على الميموري ريجنز ايه اللي ممكن تبقى ريجن اوف انترست بالنسبه لي؟ هي مثلا الريجنز اللي ريد ورايت واكسكيوت. طب لو ريد ورايت واكسكيوت وفيها هيدرز بتاعت الدي ال ال او بتاعت يعني البي اي او الدي ال ال الام زي، مش ده ممكن يبقى سسبيشس؟ الانفو الفاد انفو تقدر تقول لي كده، تقدر تطلع لي الريجنز وانا ابتدي اشوف هل فعلا هي في حاجه سسبيشس فيها ولا لا، بالذات كمان لو هي ملهاش فايل على الديسك، لان مش طبيعي ان انا يبقى عندي دي ال ال موجوده في ويدن الميموري سبيس بتاعتي وملهاش فايل اصلا على الديسك، تمام؟ لا هجيب الكود منين؟ فات دامب. فات دامب برضو هي بتجيب لي كل البروسيسز، بتجيب لي كل الميموري ريجنز، بس هي بتعمل لها دامبنج. يعني انا اقدر في دايركتري معين او في فولدر معين اكستراكت الميموري دامبس اللي موجوده واعمل لها سيفنج في الديسك. ده هيفيدني ليه؟ والله انا دلوقتي شكيت في بروسيس ما، سحبت ميموري دامب، عملت اكستراكشن للبروسيس ميموري دي وطلع لي في الاخر ريجنز. الريجنز دي لما عملت لها دامبنج او عملت لها سيفنج اون ديسك طلع لي اي اكس اي بايكون، تمام؟ طب الاي اكس اي بايكون ده وديته على فيروس توتال قال لي ده مالوير، ده ببساطه، تمام؟ طيب الفاد ليست، لما كنا بنتكلم في فاد انفو اللي في الاول خالص هي كانت بتجيب لي ديتيل ديسكريبشن عن الميموري ريجنز الموجوده. طيب الفاد ليست بتجيب لي بقى حاجات سسبيشس، هي عندها كاركترستكس معينه تقدر ان هي تقول والله خلي بالك ده سسبيشس بنفس الكرايتيريا اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول. مال فايند نفس الكلام. على فكره كل دي بلجنز موجوده في ناس بيبقوا عاملينها اوبن سورس، وفي بلجنز جايه اوريدي مع فولاتيليتي الفريم ورك نفسها. برضو مال فايند نفس الكلام. انا والله جيت دورت في الميموري سبيس بتاعتي ولقيت ان في حاجه سسبيشس بنفس الكرايتيريا، فدي برضو بتعمل تقريبا نفس الحاجه، بس كل واحده ليها الادفانتجز عن الثانيه فيها. طيب يعني دي بعض الريفرنسز اللي ممكن ترجعوا لها واللي منها الكونتنت بتاع البرزنتيشن. تقدروا تعرفوا اكتر طبعا اللي حابب ان هو يدور، وبرضه لو في حد حابب يسالني حاجه انا موجود. شكرا. في حد عنده اي سؤال؟ شكرا.